يقول معارضوك من هو جاد شويري ليتطاول على فيروز وعالمية فيروز؟ هيدا كتير حلو الموضوع. كنت بمقابلة مع صحافة، بلشنا عم نحكي عن إليسا، قلت له قدي أنا معجب بفن إليسا وبصوت إليسا وبذوق إليسا. قال لي إليسا أخذت الجائزة العالمية، يعني صارت عالمية، بتطمح أنت لهالشيء؟ قلت له أكيد إليسا أخذت العالمية وبتستحقها، بتستحق العالمية، لكن بعد ما صارت عالمية. كلمة العالمية بس اللي سألك مش عارف الجوائز كيف بتنشرها؟ أنا بلاقي تنشرها يا ماما، ما تنشرها، ما بيعرضوها للبيع لما حدا بيستحقها. بقى هيدا نشيلها على جنب، لأنه إذا ما بتستحقها ما حييجوا يعرضوها على حدا بعده طالع وما عم ببيع. وقتها إليسا أنا بشوف ألبومها بالفناك بباريس وبال بال خلينا فيروز خلينا فيروز. بقى هلا وقتها براجع حالي، إليسا عالمية، لأنه إليسا أنا كنت بالكوي بلاس فيغاس، سمعت أول غنية قلت أنا واو، حاطين غنية لإليسا هي، وإز الثانية وإز الثالثة طلع الألبوم. عيطت له للويتر قلت له سوري بس مين حاطين؟ قال لي It's a Lebanese diva called إليسا. Every single customer that comes into the house asks about her. يعني كل شخص بيجي على المطعم بيسألنا مين هالموسيقى اللي حاطينها. طيب يعني يعني كلنا فينا نوصل. أنا في عالم بيسمعوني أجانب، وقت اللي عملت غنية الأجنبية في عالم سمعوها هيدا.